طبعا الدور ديال الشركات في التنميه الرياضيه شركه معناها انه كتعرف مالك وما عليك. الشركه ملي كتدخل كيكونوا مجلس اداره، كيكون المديرين المالي، كيكون الحسابات، الشفافيه، الحكمه في التسيير وكذا. ولكن انا كنقول فين هاد مول الشركه؟ مول الشركه خصنا مستثمر يجي يستثمر في الكره باش تخلق شركه، اما كانت جمعيه هي تخلق شركه هي عندها مشاكل خصنا نصفيوها. اذا حنا كنتمناو من اليوم الحلول، هاد الحركيه مزيانه، هاد الشراكات مزيانه، هاد النواوذ كلهم ايجابيين. نتمناو انه ونظره استراتيجيه للمستقبل، نتمناو ان يجونا بحلول ويعطيونا حلول ويجوا مستثمرين للكره.